بسم الله والحمد لله. ربنا ثبتنا على التوحيد وأدبنا بالصلاة على أنبيائك بالتمام والكمال. يا ربنا يا من أمرتنا باتباع الإسلام والزيادة في الإيمان والعلو في الإحسان يا حنان يا منان. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفر. وهذا لصقت لكم الدعوة بتاع سيدنا نوح قاعدين تعانيوا فيها. طلعتني الكرب وغير الكرب، ما عندهمش الكفر بالأحساب، ما عندهمش الفجور بالأحساب، ما عندهمش ضلالة يظل غيره ويعذب غيره ويتم غيره ويطارد غيره ويلاحق غيره، لأنه غيره في ريحة الإسلام. إخوانتي، هاو لعنكم سيدنا نوح عليه السلام، ما لعنكم إلا لأن الله لعنكم، لأن النبي عليه السلام يعرف بالضبط المولى لا يرضى إلا على المؤمنين ويكره العصاة الكافرين. والسلام على أهل الإسلام.